برحب بحضراتكم مشاهدي قناة النادي الأهلي في مختلف أنحاء العالم، برحب بيكم حلقة جديدة من البيت الكبير. أكيد كلام كتير، لكن عايزة أبدأ مع حضراتكم بالكلام اللي قلته في بداية حلقتنا امبارح، تاني هقوله النهاردة. يا جماعة، إحنا هنا في البيت الكبير واحدة من مهمتنا الدفاع عن النادي الأهلي، الدفاع عن النادي الأهلي من خلال تصحيح الأخبار المغلوطة أو الغير صحيحة. في حاجة عايزة برضو أؤكد عليها مهمة جدا، إن الدور اللي إحنا بنقوم بيه النهاردة ده دور صعب جدا، دور الدفاع عن النادي الأهلي. ليه صعب؟ لأنه أنت من ناحية عايز تدافع وترد في نفس اللحظة وتقول الحقيقة، ومن ناحية تانية إحنا في توقيت حرج وحساس، ودايما بنكرر إن إحنا محتاجين نركز ويكون تركيزنا في أعلى درجاته. ليه؟ لأن إحنا عندنا مباراة مهمة جدا في منتهى البساطة، يعني مصيرية، وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر اللي جاي إن شاء الله. طبعا العد التنازلي لها بدأ، فأنا عارفة إنه في ناس كتيرة جدا، والله العظيم عارفة، إن النهاردة مستنية تشوف إحنا هنقول إيه على قصة رمضان صبحي وهنرد إزاي. عايزة أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، إنه الرد هيكون بالمستندات، والرد جاهز اصلا، الرد جاهز بالدلائل وبالحقائق، ومش بشكل عشوائي ومش بكلام واسترسال وخلاص، لكن زي ما قلنا وبنكرر تاني وتالت، ده مش وقته. احنا كلنا النهارده بنلتف حوالين فريقنا، بنوفر له اكبر قدر من التركيز علشان يفرحنا ببطولة مهمة جدا مستنيينها بقالنا كتير. جمهور النادي الاهلي، انا متأكدة انه محدش فيكو ممكن يكون يعني استوعب او راح مع الكلام اللي اتقال امبارح في الساعات اللي فاتت القليله دي. وانا يمكن شفت من نفسي جماهير النادي الاهلي على مواقع الاتصال الاجتماعي، اللي مش عايزه اقول كلمه، اللي بتنتقد تصريحات اللاعب وبشده، وكانت قد ايه رافضه لكلامه. جمهور النادي الأهلي احنا بنثق فيه جدا، بنثق في وعيه، بتظل دايما الدرع والسيف والحصن المنيع زي ما بيقول. فكل التحية ليكم في الأول، الأهلي بمن أخلص، الأهلي بمن أخلص.